مهرجان الحرف، مهرجان الزجل، مهرجان فنون القول، ومهرجان هذه الدورة، مجموعة من الدورات، ستة ديال الدورات تكرموا مجموعة من الأسماء. وفي هذه الدورة تكرم معنا واحد الشاعر غادي نقول عليه واحد الكلمات إلا سمح لي سيدي إدريس بن العطار. إلا بغيتي فصيحة شعار نوصل القلب وتخلف آثار، مرفوقة بالعزف على القنبري والوتار، على إيقاع الحصبة والفن القناوي معيار، ما تدور ولا تلتفت لا يمين ولا يسار، عليك بالشاعر سيدي إدريس بن العطار. تحية ليك وهنيئا لك التكريم في هذه الدورة. بطبيعة الحال قبل ما نمروا الفرقة لابد نذكر ببرنامج يوم غد إن شاء الله. غادي يكونوا على الساعة الرابعة هنا، السبعة واخا سيدي مرحبا، درتي فيا خير، عرفتي علاش؟ لأن خدام أنا من الخمسة ونص لستة ونص. على العموم في البرنامج كانت الرابعة، ولكن الإخوان في اللجنة التنظيمية كيبلغوني بأن الساعة السابعة ربما ناعيني ولا نظري ما ساعفونيش باش نشوف التوقيت. على العموم يوم غد على الساعة السابعة غادي يكون عندنا ميعاد مع مجموعة من السجادين ومع الطائفة العساوية للركب الفلاني الأصيل والطائفة التواتية الإسماعيلية، وغادي تكون مرفوقة قراءات ججلية لواحد الشاعر فينا هو بعدا، محمد نجيب المنصوري من مدينة مراكش، عبد الله الدقدوق من مدينة مكناس، توفيق أبرام من مدينة سلا، وخديجة القصبة من مدينة مكناس. إذن هذا موعدنا غدا إن شاء الله، كلمت باش نذكر به قبل ما نمر إلى مجموعة مشارف صوفية، جمعية مجموعة مشارف صوفية للطريقة الحندوشية برئاسة المقدم أنوار الدقاقي.